ومن ثم فإن هذا الكلام الذي أذكره عن السحر وعن التكهن وما شابه ذلك لنحذر ونحذر ولنحذر أبناءنا وبناتنا، نحذر هذا الجيل مما يبث في وسائل التواصل من ألعاب، تلك الألعاب قد يكون بها سحر، قد تكون بها شعوذة، قد يستدعى الجن عن طريقها، قالوا هذه حركات فيزيائية كيميائية، قل ما تشاء، نحن لا نعرف هذه الأشياء في الشرع، إذا قدحت في الشرع نتعلمها من أجل أنها علم دنيوي نستعين بها على أمور دنيانا فبها، لكن أن يقال هذه لعبة لا يراد منها السحر ولا يراد منها الشعوذة ولا يراد منها الكهانة ولا يراد منها استحضار الجن، كيف وهم ينادون في بعض الألعاب اسما وينادونه وإذا بأقلام تتحرك أو بأجهزة تتحرك؟ إذن سواء كانت تلك الألعاب مما يمارسها الإنسان بيده، مما يمارسها بيده حقيقة أو عن طريق الألعاب المسماة بالألعاب الإلكترونية السونية أو ما شابه ذلك من هذه الأجهزة، فلنتنبه ولننبه هذا الجيل، لننبه هذا الجيل، لأن الأمر جد خطير، وأصبح ولي الأمر لا يستطيع أن يتابع أبناءه عن طريق هذه الألعاب في كل صغيرة وكبيرة. لكن كيف نحصن هؤلاء؟ نحصن هؤلاء بتعليمهم التوحيد. ما هو أن يشتري الأب لأبنائه أجهزة ويقول العبوا وإذا بهم يلعبون ولا يحذر هؤلاء؟ تلك الأجهزة بلية حلت بالمسلمين وطغت على أوقاتهم، لكن إن ابتلي من ابتلي فانتبه، نبه أبنائك على أنه إذا رأى شيئا فليخبرك، ويجب على المعلمين في المدارس ألا يستهينوا بهذا الأمر، والله إنها لأمانة في أعناق هؤلاء المعلمين، سيحاسبون أمام الله من فرط، لأن تعليم التوحيد في هذا الزمن نحتاج إليه غاية الاحتياج.